مشاهدي المتابعين، قناة شوف تيفي، عدنا لكم بهذا المباشر دائما بخصوص حادثة السير الخطيرة اللي وقعت قبل قليل بالقرب من القنطرة المعلقة بسيدي معروف، بعد ما صدمت واحد السيارة اللي كان نمتنا جوج ديال الأشخاص بهذا الواقي الجانبي ديال طريق السيار. في هذه الأثناء سيارة ديال الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية تدخل على الخط ديال هذه الحادثة باش نقل هذاك الشخص، احد الاشخاص المصابين في هذه الحادثه، الى المستشفى. إذن كما تابعتم معنا مشاهدينا الكرام، سيارة ديال الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية قامت بنقل أحد الأشخاص اللي كانوا على متن هذه السيارة، وكنشوفوا الخسائر اللي خلفها هذا الصدام ديال هذه السيارة بهذا الحاجز اللي زعما لولا الصلابة ديالو والقوة ديالو لكانت هذه السيارة غادي تكون طاحت لتحت. الحمد لله على سلامتهم.
كنتمنوا الاصابه ديال داك الشخص اللي تم النقل ديالو للمستشفى ما تكونش اصابه خطيره، لانه مصاب على مستوى القفص الصدري. اذا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم، الله يجزينا ويجزيكم من حوادث السلام.